مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. هناك ارتفاع مؤقت وتدريجي على درجات الحرارة في بداية الأسبوع، لكن وبعد منتصف هذا الأسبوع وبالذات بعد يوم الثلاثاء هناك انخفاض واضح على درجات الحرارة، وإن شاء الله تسقط زخات من الأمطار في أماكن مختلفة خاصة المناطق الشمالية من المملكة وكذلك المناطق الوسطى، وبتكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. LG الرؤية الحديثة. مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نبدأ باستعراض أيام هذا الأسبوع بدءا من يوم الأحد. يوم الأحد ارتفاع واضح على درجات الحرارة، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة ما بين 6 إلى 7 درجات مئوية. أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا أو مشمسة يتخللها ظهور بعض السحب أحيانا، ودرجات الحرارة أعلى من معدل، لكن أثناء الليل تميل الأجواء إلى البرودة. المناطق الشمالية العظمى 20 والصغرى 12، المناطق الوسطى 19-11، المنطقة الجنوبية والمرتفعات الجنوبية 17-9، الأغوار والبحر الميت 26-15 درجة مئوية، العقبة 26-14، البادية الجنوبية الشرقية 20-10، والبادية الشرقية 20-9 درجات مئوية. يوم الاثنين استمرار الأجواء واستمرار درجات الحرارة أعلى من معدلاتها، استمرار الأجواء مشمسة يتخللها ظهور بعض السحب العالية، والعظمى في المناطق الشمالية 20 والصغرى 11، المرتفعات الوسطى 17-18 درجة العظمى والصغرى بحدود 10 درجات مئوية، المرتفعات الجنوبية 16-8، والأغوار والبحر الميت 26-16 درجة، وكذلك العقبة 26-16، وأيضا الجنوبية الشرقية 21-9، والبادية الشرقية 22-5 درجات مئوية. بحب أشير هنا إلى أنه معدل درجة الحرارة العظمى في مدينة عمان على سبيل المثال في مثل هذا الوقت من السنة هي بحدود 13-14 درجة مئوية، ومعدل درجة الحرارة الصغرى بحدود 3-4 درجات مئوية. إذن درجات الحرارة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء أعلى من المعدل بشكل واضح. يوم الثلاثاء انخفاض قليل على درجات الحرارة، لكن تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدلات، أجواء مشمسة في النهار، باردة نسبيا ليلا، العظمى في المرتفعات الشمالية 18 والصغرى 11، المرتفعات الوسطى 16-8، المرتفعات الجنوبية 16-4، الأغوار والبحر الميت 26-12 درجة مئوية، وخليج العقبة 26-10، والبادية الجنوبية الشرقية 20-6، والبادية الشرقية 21-6. نلاحظ هون الانخفاض واضح أثناء الليل يوم الثلاثاء، وأيضا ليلة الثلاثاء على الأربعاء انخفاض واضح على درجات الحرارة. يوم الأربعاء إن شاء الله تتأثر المملكة بامتداد لمنخفض جوي وكتلة هوائية باردة نسبيا وأيضا رطبة تؤثر على المملكة على شكل رياح غربية تؤدي إلى حدوث انخفاض واضح على درجات الحرارة، وأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة خاصة في المناطق الشمالية والوسطى. وبالتالي فإن الأحوال الجوية المتوقعة المناطق الشمالية غائمة جزئيا مع سقوط زخات متفرقة من مطر 14-11، المرتفعات الوسطى 11-9، المرتفعات الجنوبية 9-4، الأغوار والبحر الميت 20-10، خليج العقبة 20-9، البادية الجنوبية الشرقية 11-5، والبادية الشرقية أجواء مغبرة 16-7 درجات مئوية. تكون الأجواء
باردة نسبيا نهارا، باردة ليلا في معظم مناطق المملكة، وفرص الأمطار تتركز في المناطق الشمالية والوسطى، تدريجيا قد تصل يوم الخميس إلى المناطق الجنوبية. يوم الخميس أيضا أجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا، وسقوط زخات متفرقة من المطر على فترات في المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من شمال المناطق الجنوبية. الدرجات الحرارة المتوقعة: المناطق الشمالية 12 إلى 10، المرتفعات الوسطى 10 إلى 7. بنلاحظ أن درجات الحرارة أقل من المعدل أيام الأربعاء والخميس بشكل واضح. المرتفعات الجنوبية 7 إلى 3، الأغوار والبحر الميت 18 إلى 10 درجات مئوية، وأيضا خليج العقبة 17 إلى 9، البادية الجنوبية الشرقية 11 إلى 4، والبادية الشرقية 16 إلى 6. يوم الجمعة أيضا استمرار تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الرطبة، وتؤثر على المملكة على شكل رياح غربية رطبة باردة نسبيا، وبالتالي تبقى الأجواء باردة نسبيا إلى باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، وتسقط زخات من الأمطار على فترات بإذن الله في معظم مناطق المملكة. المناطق الشمالية العظمى المتوقعة 12 والصغرى 10، المرتفعات الوسطى 10 إلى 7، والمرتفعات الجنوبية 7 إلى 4، والأغوار والبحر الميت 18 إلى 10، وخليج العقبة 17 إلى 11، البادية الجنوبية الشرقية 12 إلى 5، والبادية الشرقية 14 إلى 5 درجات مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. LG، الرؤية الحديثة. مختبرات ميد لابز، 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.